من البداية. تحياتي للجميع. النهاردة معانا سيدة يهودية، وهنتكلم معاها النهاردة على أساس حاجة معينة، إنه لو عايزين نعرف حاجة عن عقيدة اليهود نسمعها من اليهود نفسهم، مش نسمع من المسيحيين اليهود بيقولوا ايه، ولا نسمع من البوذيين اليهود بيقولوا ايه. يعني مش عايزين نعرف حاجة عن اليهودية، يعني لو عايزين نعرف حاجة عن اليهودية مش نسمع المسيحيين بيقولوا ايه على اليهودية، والمسيحيين يقروا لنا الكتب اليهودية، لا متشكرين قوي. اليهود نفسهم هيكلمونا من مراجعهم ومن مصادرهم اليهودية، وهم يعرفوا يتكلموا عن نفسهم. كون ان كنتوا عاجزين تعملوا كونتاكت او اتصال بينكم وبين اليهود، ولا تجرؤوا اصلا انكم تعملوا حاجة زي كده، فدي بقى مشكلتكم. هل يرضى المسيحي ان انا اخد معلوماتي عن المسيحية من شيوخ المسلمين؟ يقول لك لا، ما تسألنا احنا، تروح تسأل شيوخ المسلمين ليه عن المسيحية. طب لو شيوخ الإسلام بيقروا المصادر المسيحية ودارسين، تقبل أيها المسيحي أروح أسألهم عنك؟ يقول لي لا لا لا، تعال أسألنا أنا. الله، طب ما بنفس الفكرة، مع عندنا اليهود ويقدروا هم نفسهم يقولوا لنا الفكرة بتاعتهم إيه. فالنهاردة هي الفكرة دي، كتابها التناخ أو ما يسميه المسيحي العهد القديم، وهتكلمنا من المصادر اليهودية كمان، التلمود، المدراش وما شابه، هنشوف هي يعني بحسب ما هي ترتاح، أنا مش هفرض عليها أي حاجة نهائي. وفي النهاية هنسمع من الناس نفسيهم الفكر بتاعهم إيه. طيب، وقبل ما نبتدي عندي ملحوظة هامة جدا جدا جدا، عشان في ناس بتحاول يعني تجرجرنا لحاجات. الملحوظة بتقول ملناش دعوة بالسياسة. تاني، ملناش دعوة بالسياسة. اليهود بني إسرائيل قاعدين في أرض إيه وبيعملوا إيه، ده مش شغلي ومليش فيه، مش هنتكلم فيه، ملناش فيه ده. المسيحيين قاعدين في أرض إيه وبيعملوا إيه، ملناش دعوة بده. المسلمين قاعدين في أرض إيه وبيعملوا إيه، وإحنا مالنا، ملناش دعوة بده. إحنا ناس بتوع دين مش بتوع سياسة، فإحنا ناس بنحترم الإسلام والمسيحية واليهودية، بنحترم التوراة والإنجيل والقرآن، وبنتكلم وبنناقش دين، وملناش دعوة بالسياسة. الأشخاص ملناش دعوة بيهم، إحنا بنناقش الدين والمعتقد. كامل تقديري واحترامي لموسى النبي والسيد المسيح يسوع ونبي الإسلام، مع كامل تقديري واحترامي للجميع. أرجو إن النقطة دي تكون واضحة عشان ما نتكلمش في الحاجات دي تاني. طيب، أهلا بيك يا أستاذة. أهلا وسهلا. أهلا. طيب، قبل أي حاجة في أي شيء، وحضرتك مش أنا، حضرتك اتفضلي عرفينا بنفسك، قولي حضرتك، ادينا باختصار كده تعريف اللي تحبي تقوليه حضرتك عن نفسك، تعرفي الناس اللي بتستمع إليك لأول مرة تقولي لهم إيه، اتفضلي. اوكي، انا اسمي رحال بنزاكني. اوكي، 28 سنة. يعني لست جيدة في الدين، يعني لست خبيرة في الدين، لكن اجيد الكثير عن الامور الدينية. يعني هذا فقط ما يمكن ان اقول. يعني ان قدمت معلومة المرجو من كل الناس يعني ان يتأكدوا بأم أعينهم، ولا يأخذون كلام يعني على محمل الهوى، فإذا أعطيت مصدر أو هذا المرجو الكل أن يذهب ليبحث ليتأكد. تمام، يبقى حضرتك يهودية و بالإضافة، نعم تفضلي، بالإضافة ماشي كملي. كملي. أريد أن أقدم إلى الناس اسمه سيفيريا، هذا موقع بالإنجليزي، المرجو تدخل عنده، يعني أنا دخلت وتحققت منه، فهو موقع يهودي 100% بكتب اليهود، واللي عنده اللغة الإنجليزية واللغة العبرية ممكن يتفحصوا، فهو يعتبر موقع يهودي وفيه الكثير من المعلومات عن اليهود، اسمه سفرية.com. أوكي،
طيب إذن حضرتك يهودية من أسرة يهودية ولا آمنت باليهودية؟ لا، أنا من أسرة يهودية وبؤمن ب 37 صفر أو 38 إذا قسمنا الأخبار الأول والثاني. طيب تمام، أنا لن أتدخل نهائي في تعريف حضرتك بنفسك لأن ده مش شغلي، فأهلا وسهلا بك وخلينا نبدأ الحوار مع حضرتك. تفضل. طيب أنا سمعت حضرتك قبل كده بتقولي إنه اليهود كلهم على اختلاف أفكارهم متفقين على 13 قانون معين، فممكن حضرتك تقول لنا باختصار شديد وبسرعة يعني ال 13 دول يبقوا إيه؟ بس نعم. كفاتيح الكلام كده، أو باختصار طبعا شديد، كلمة 13 دي معناها حاولي بتختصري على قد ما تقدر. تفضلي. نعم. في اللغة العبرية عندنا شلوشا أسر إيكاريم، يعني ثلاثة مبدأ للإيمان. فاليهودي الذي لا يؤمن بأي من هاي المبادئ أو أركان الإيمان التي تبني بيت اليهودية فهو لا يعتبر يهودي من مختلف الطوائف. أنا بالمناسبة ليكون العلم، فأنا لا أنتمي إلى الطائفة اليهودية، يعني المحافظة أو الأرثوذكسية، أو أنا من الكابالا، من اليهود المتصوفين، ليكون على بالكم. أوكي، المهم، أول إشي عندنا 13 مبدأ إيمان. أول إشي الإيمان بوجود الله الخالق. ثاني إشي الإيمان بوحدة الله المطلقة وأنه لا يتجزأ ولا يظهر ولا أي شيء. ثالث إشي الاعتقاد والإيمان بأن الله كامل، أي أنه لا يتأثر بأي حوادث جسدية مثل الإنسان ولا يحتاج إلى الراحة أو المسكن. أربع إشي الإيمان أن الله أبدي وأزلي حي لا يموت. خمسة حتمية عبادة الله وليس آلهة يعني آلهة مزيفة أو تجسيده أو تعدده أو تقسيمه، ويجب التوجه إلى الله بالصلاة فقط. الإيمان بأن الله يتواصل مع الإنسان من خلال النبوة وأنها النبوة تكون صحيحة بمقومات. سابع إشي الإيمان بأولوية اتباع موسى معلمنا. الاعتقاد في الأصل الإلهي للتوراة سواء المكتوبة أو الشفوية. الاعتقاد في ثبات التوراة وأنها لا تتغير مع مرور الزمن. الاعتقاد بأن الله أو الاعتقاد أو الإيمان بأن الله يعرف كل أفكار وكل أفعال الإنسان. الإيمان بالمكافأة الإلهية العقاب سواء الجنة أو الجحيم. الاعتقاد في وصول المسيح وعهد المسيح الميشيا أو العصر المسياني. الإيمان بقيامة الأموات. هذا 13 مبدأ اللي هم مبدأ لكل مؤمن يهودي. أي شخص يهودي لازم يعترف ويقر ويؤمن بال13 دول أيا أكيد. كان موقعه أو أكيد. تمام، طيب كويس، خلينا نبتدي بقى مع بعض نشوف أمور معينة. المسيحيين بيقولوا إنهم بيؤمنوا بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس ده متقسم لحتتين، قديم وجديد، عهد قديم اللي هو ما يسميه اليهود التناخ، وعهد جديد ده اللي هي الفكرة المسيحية أو الكتاب المسيحي. طيب حضرتك كيهودية، وأنا طبعا حاشا إن أنا أحاكم حضرتك أو أخش في النوايا أو إن أنا يعني أنا فقط حضرتك بتقول إنك يهودية، فعرضت عليكي انك تعملي معايا حوار وافقتي وبندردش مع بعض في افكار حضرتك. طيب حضرتك كيهودية كما تقولين، هل قريتي العهد الجديد الكتاب المسيحي؟ طب قرأت كويس قريتي. طيب نعم. اديني ملحوظاتك سريعة، طبعا كله باختصار لان يعني التفاصيل هتخلينا نقعد وقت طويل، فاديني نعم. باختصار كواحدة يهودية نعم. قريت العهد الجديد، يعني اديني كده الفكرة، يعني ايه ملحوظاتك عليه نعم. طبعا باختصار وبسرعة. شيء يعني قرأت يعني قراءة يعني قراءة سريعة للعهد الجديد زي ما بيسموه المسيحيين. هو أول شيء أنا لا أؤمن بالعهد الجديد أو بالأناجيل الأربعة.
ثاني إشي وجدت أن هالكتاب، مع لم أقصد أنني أن أسيء يعني الظن، أو لكن من خلال منظوري ما رأيته هو أنه لا يبدو عليه كتاب رباني. أول إشي ربما ربما لوقا ومتى كانوا يستعملون الترجمة السبعينية، فعندما أحاول أن أفهم ما يقوله العهد الجديد بالعهد القديم أجد التناقضات. فأعتقد أن هذا هو المشكل الموجود في العهد الجديد، ربما يعني مسّت أيادي التزييف وبدأوا يزيفون، ربما لأن هذه ليست رسالة ربانية، فالرسالة الربانية لا تحفظ أكيد. طيب اوكي، لكن من جهة مثلا الأفكار بتاعته حسيتي إنه مكمل للكتاب بتاعك؟ يعني حسيتي ولا حسيتي اديني يعني، هل ده فعلا كمالة؟ هل نعم ناموس موسى محتاج إن هو يتكمل؟ ناموس موسى وحش وناقص وسيء، فجه العهد الجديد حسنه وحلوه وبقى حلو قوي يعني. نعم هو أول إشي رمبام موسى بن ميمون يشرح، هو الشريعة اليهودية اللي أتى بها موسى وأتوا بها اليهود والأنبياء بالترتيب من اليهود، فشريعة موسى هي شريعة كاملة. ماذا نقصد بالشريعة الكاملة؟ الشريعة الكاملة هي الشريعة التي تكون يعني تعالج جميع مناحي الحياة، أي أنها توجد الزكاة، توجد الصيام، يوجد كيفية التعامل مع الآخرين، فترة الحرب، كيفية الحرب، كيف أنك تقوم بحماية المساكين وكفو، ثم المنقذات، ثم الواجبات، ثم كل هذا. أما بالنسبة إلي فموسى رمبام هو كان يعني كان واضح في موقفه تجاه المسيحيين، قال لا، لكل يهودي يجب أن يعرف أنه يوجد فرق بين المسيحيين والأنصار. الأنصار هم مجموعة أناس يعني عاشوا في زمن يسوع وصدقوا نبوته الكاذبة، وربما بعد أن قتل بأمر من المحكمة منهم من مات على ذلك ومنهم من رجع إلى ما كان عليه. لكن المسيحيين، نحن نقصد المسيحيين، هم الأناس الذين آتوا بعد يسوع بمئات السنين وبدأون يكتبون الأناجيل ويدخلون التثليث ويكتبون الشريعة التي هي أصلاً لم تنزل على نبيهم المزعوم. طيب أنا مش هتدخل نهائي في كل ما تقولينه، لكن يعني إلا إذا كان في حاجات مثلا محتاجة إن يعني محتاجين توضحيها لنا أكتر أو تفهمينا عنها أكتر، أو راعي إن المستمع بسيط وملوش خالص لا في اليهودية ويعني فإحنا بنحاول نوصل للشخص البسيط إلى أقصى درجة. طيب أكيد قوليلي، طيب حضرتك كيهودية ومن المفهوم اليهودي المبني على العهد القديم، خلينا دايما نسميه العهد القديم رغم ان اليهود بيسموه التناخ، لكن خلينا يعني جدلا نمشي مع هذا الكلام، العهد القديم. نعم طب ماشي، كعهد قديم والمصادر اليهودية، اي مصدر يعجبك، تفسير، شرح، يعني انا هترك لك الاختيار تماما. المهم كيهودية سؤالي ليكي ومن مصادرك اليهودية كلها، وطبعا يعني أهم حاجة عندي التناخ العهد القديم، هل أنت كيهودية وفي المفهوم اليهودي محتاجة لذبيحة بشرية عشان خطيتك تتغفر؟ شكرا، يعني هذا السؤال مفاجئ لكن سأجيبك يعني، وأتمنى ألا أطيل الكلام. يعني هو الذبائح البشرية، أول إشي نحن لا نعترف بالذبائح البشرية، أول إشي لأن الله نحن عدنا أنه لا يحتاج لذبيحة بشرية. أريد أن أعرف إنه الذبيحة الحيوانية، أوكي، سواء أكانت يعني في مختلف الأقوام يعني اللي عاشوا فيها اليهود، لأنه الذي يعرف أن اليهودية هي دين يمتد لأكثر من 3000 سنة، يعني دين قديم كثير ولديه فلسفة عميقة. هو الأضاحي البشرية والحيوانات إحنا الكل متفق عليها إنه هي شعيرة دينية قديمة لها تاريخ طويل في حياة كل الشعوب اللي مرت، ولها يعني في عقول أصحابها كل أسبابها ومبرراتها. وقبل يعني أن تعرف البشرية أو أن يعرف اليهود الرسالة الربانية السماوية بزمن طويل، قدمت الشعوب يعني القديمة لآلهتها كل أنواع الذبائح بما فيها يعني البشرية.
والأمثلة كثيرة، مثل المصريون يعني القدامى اللي كانوا يرمون زي الكل يعرف هذا، ومثلا يعني المؤابيون الوثنيين الذين أتوا من نسل بنات لوط اللي كانت عليهم يعني لعنة الله. ثم يعني أولى الديانات اللي آمنت بإله واحد للكون، وهي التي تعتبر عندنا ديانة وشعب، وهي الديانة اليهودية أو ديانة بني إسرائيل. يعني الكتاب التوراة تبعنا أو الكتاب الديني الذي يتم تداوله لحد الساعة، يروي الكتاب قصة بني إسرائيل يعني، ويعني من خلال يعني حقب زمنية متعددة، بدءا يعني من 1200 عام قبل الميلاد. وأن هالكاتب يعني هالكتاب الموجود فينا لعله هو خير مثال على تلك الحقبات اللي مرت. هو أن الذبيحة كانت في إشارات كثيرة إلى في العهد القديم مثلا. فمثلا زي ما أريد أن أقول هو أن القتل ذبح فيها الحيوانات أو الذبيحة الثانية يعني دائما يكون خروفا أو كبشا، يعني هذا نحن ما كبرنا عليه وما تعلمناه من الأجداد. يعني تقول التوراة لدينا في كتاب التكوين إن هابيل كان راعيا للغنم، وقايين كان مزارعا، أي يعني قايين وهابيل يعني هم أبناء آدم وحواء. قدم كل منهما للرب يعني قربانا، قدم قايين من ثمار الأرض ومزروعاته، وقدم هابيل من أبكار غنمه. ويعني فنظر الرب إلى يعني ما قدمه إليه، يعني ما قدمه يعني إليه هابيل. فهذا يعني تعتبر إشارة أولى أن الخالق يقبل الذبائح الحيوانية لا الذبائح البشرية. ثم يستمر هذا إلى ذبيحة أبونا إسحاق الذي كان الله فيه يختبر إيمان أبونا إبراهيم، لكن الله في الآخر استبدل الأضحية بالكبش. فهذا يعني أن الله يرفض رفضا باتا جميع أنواع الذبيحة. بالإضافة إحنا تعلمنا في سفر دانيال يقول بأن كل واحد هو يعني هو بريء، فالابن لا يحمل يعني إثم أباه، والأباه يحمل إثم أباه، ولا أحد يعني يحمل إثم أحد آخر. فنحن يعني لا نقدم ذبائح بشرية للإنسان، لكن نستفيد. هو الذبيحة البشرية لها قيمة رمزية أكثر من هي قيمة دينية. هو أول إشي تساعد في يعني في الحركة الاقتصادية من خلال بيع يعني من خلال تربية الحيوانات وبيعها وتحريك عجلة الاقتصاد وتحريك الفلاحة وكثير من الأشياء أكيد. فهذه قيمة يعني يستفيد منها البشرية، ثم يعني تكون وليمة يتم عبرها يعني ما يسمى بإحياء الرحم وتجمع العائلات والحكايات يعني وعودة يعني المشاعر بين الناس. طيب، يعني الإله اليهودي في الكتاب الذي نسميه العهد القديم، وكل المصادر اليهودية مهما كانت، وكل التفاسير وكل إجماع اليهود في كل كتبهم بيقولوا لنا بوضوح إنه الله لا يقبل نهائي إلا الذبيحة الحيوانية فقط، إلا زي ما تطلع تقول لا إله إلا الله، استثناء واحد وحيد الله بيقبله، إيه هو؟ الذبيحة الحيوانية. ذبيحة نباتية من ابن آدم مرفوضة، من إنسان مرفوض، الله الظاهر في الجسد وهندخله في إنسان برضه مرفوض. ده مين اللي بيؤكد على هذا؟ العهد القديم كله وكل المصادر اليهودية مهما اختلف تنوعها. الحاجة الوحيدة اللي بيقبلها الله كقربان هي الذبيحة الحيوانية. فهل اللي أنا بقوله ده مظبوط يا أستاذة؟ فهمت صح؟ نعم، هو زي ما قلت لك يعني الذبيحة، إحنا زي ما نقول أن تعلمنا إن الذبيحة والموجودة في العهد القديم أن الله يرفض الذبائح البشرية لكي يستمر النسل، لأن الله إحنا بنعرف إنه خلق الإنسان يعني على الأرض يعني لثلاثة أشياء. أول طب إشي بس طب طب أنا معلش سامحيني، عندي فكرة.
الله نعم هيتجسد في انسان ويبقى هو الله اللي جوه هذا الانسان، ونقدم دي ذبيحة بشرية. ايه رأيك في الفكرة دي؟ تعرفي تجيبي لي منها اي حاجة من التلمود، من المدراش، من التناخ، من اي مفسر، اي شخص يهودي ايا كان؟ الفكرة دي اصلا فكرة يعني ايه رأيك فيها كيهودية ومن كل المصادر اليهودية؟ الله اتجسد في انسان وهنقدمه ذبيحة، يعني ده مش انسان لوحده، لا ده اله كمان ومتجسد. ايه رأيك في الفكرة دي عموما كيهودية ومن المصادر اليهودية؟ يعني زي ما قلت لك هذا السؤال اللي انت قلته، يعني ان الله، انا بعرف ان الله يعني هو اول إشي خالق الكون، وثاني إشي هو لا يتجسد ولا يظهر ولم يرى اي احد قط، اكيد فلا احد يرى الخالق، وارى ان الخالق انا خالق، هو يعني صاحب الكون او الخالق الازلي لهالكون. فمن أبسط الأمور أنه لا يمكن أن يتجسد لكي يقدم نفسه ذبيحة له، فهذا يعني منطق، ليس يعني هذا ليس منطق. فأنا أرى الله لديه نوامس ربانية ولديه نوامس شرعية، يستطيع أن يتحكم في كونه. فإذا ما قلت لي بأن الله يعني يمكن أن يتجسد في الإنسان ثم أن يثلث ثم أن يقدم نفسه ذبيحة لنفسه، أكيد لا يستقيم، يعني سيناريو هزيل حتى في الإخراج. يعني ما فيش كده حخام كده شاذ على المقاعدة دي. انت لما قلت لي 13 قانون الكل مجمع عليها، واحدة منهم الله مش ممكن يتجسد، يعني ما فيش حخام كده شاذ عنكم، تفسير كده طلع، واحد كده طلع قال لا يا اخوانا ممكن الله يتجسد، ده اصل يعني، او ينفع يقدم انسان ذبيحة ينفع يتجسد ويبقى، ما فيش واحد كده شاذ، مصدر يهودي كده يعني حتى ولو يلمح من بعيد نعم، ونعتبر مشاهد، مفيش كده خالص. تختلف 3 طوائف. الطائفة الإصلاحية هي لا تفضل أن تسأل الناس ما رأيك في الإله، لكن الطوائف الأخرى أي اللي هي الأرثوذكسية والمحافظة فهي تجزي جزما أن كل يهودي يفكر حتى في كيف يبدو الإله في عقله فهو لا يعتبر يهودي، لأن اليهودية تأسست على مبدأ هو أن الله هو موحد صارم، الله يعني وجود واحد، هو لا يطاق تقسيمه وليس له كمثله شيء، الذي هو واجب الوجود كله. يعلم الآثار اليهودي أنه لا يقدر أن يفهم صورة الله الحق ولا أن يعرف، وإنما هو صورة الله المعلن، نعرف منه أنه هو الذي أتى بالوجود ويفعل بالناس والكون ما يريد. ونحن في اليهودية نقر رب إسرائيل الواحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الذي هو هادي العالم، والذي هو نجى سيناء، يعني الذي نجى بني إسرائيل من العبودية بمصر، أتانا الوصايا 613 بطور سيناء. ثم تصف لنا التوراة أن الإله دائما هو يتحكم بكونه، لكن ليس لدرجة أنه يتخذ شكلا، أو يكفي فقط يعني بمجموعة يعني من الأناس، يعني مجموعة من الملائكة الذين نعتبر نحن الملائكة هم خدام الرب، وليس هؤلاء الذين يدعونهم، نحن عباد الرب ولسنا خدام الرب. فالله يعني زي ما أقول لك، يعني يكفي أن يسخر ما خلقه من ريح وجبالا وهذا ليغير كل ما يريد في كونه، أي أنه لا يحده مكان ولا زمان. فأنا أرى الله يعني لما موجود. يطلع، معلش، لما يطلع واحد ساذج يعني اقل ما يقال عنه، بلاش اقول ايه، ويحاول يثبت من المصادر اليهوديه ان لا الله ممكن يتجسد، وان الله بيقبل ذبيحه بشريه، وان الله هيتجسد ويقبل ذبيحه بشريه، تقولي الواحد ساذج زي ده ايه؟ هو يهوف يعني اللي ترى قيمة أننا نحب الخالق لهذه الدرجة ولا نراه أنه إله عنصري وأنه إله الكون الواحد، هو كل اليهود يرفضون، أو جلهم يعني يرفضون استخدام كلمة يهوف، يفضلون دائما باستبدالها في الصلاة أو في الكلام بكلمة أدوناي أو إلهيم أو الشيم، التي هي تعني بأن الله هو للخلائق كلها. فيهوف من خلال السنة يعني كانوا مجموعة من الأشخاص أو بعض الناس يقولون هل هذا نحن إلهنا؟ هل هذا إلهنا وحدنا؟ فبدأ زي ما يريد التقسيم، لكن أتى الرمبان موسى فقال
أنه الله يمكن أن نبدلها في الصلاة بأدوناي، وهو سائر الكون كله وكل الخلائق، وإنما أمة اليهود هي أمة من أمم الله عز وجل. هذا ما نعرفه. طيب خلينا نخش في نقطة جديدة. من خلال قرايتي للعهد القديم بشوف بكل وضوح أنه قرر الله أنه يبقى هيكل سليمان هو مصدر العبادة والتعامل مع الإله. فخطة الله أنه يبقى الهيكل، وهو ده طبعا شيء ليه أهمية كبيرة جدا عندكم. فهل الله. يوجد فهل يوجد في العهد القديم أو أي مصدر يهودي يعجبك أو تفسير أو حتى تلميح من بعيد إنه لا خطة الله إن الموضوع ده مش يستمر على طول، إنه هيجي وقت ربنا يلغي فيه تماما حكاية الهيكل دي ويستبدله بحاجة تانية، ولتكن مثلا الكنيسة، يجي واحد يشق حجاب الهيكل من فوق لتحت بما معناه خلاص بقى كفاية عليكم قوي كده، هنشتغل بفكرة جديدة، موضوع جديد، ولم يعد هيكل سليمان ليه أي قيمة. الكلام ده ممكن نجده في العهد القديم أو في أي مصدر يهودي يعجبك؟ تفضل. نعم، هو شكرا لأنك يعني تطرقت لهالموضوع. صراحة يعني هذا موضوع شائك وموضوع يعني محنك. هيكل سليمان يعني موضوع يعني غني غني عن التعريف. يعني هو أول إشي هيكل سليمان أو يسمى كوشمان شلومو، يعني معبد سليمان. أول إشي المعبد اليهودي اللي بنسميه نحن باللغة العبرية الكنيست. قبل ظهور المعبد اليهودي إحنا بنعرف إنه هو كمؤسسة كانوا يصلون فقط في يعني في الأماكن التي يعتبرها الناس مقدسة، وإحنا نعرف أن الله طريقة الصلاة مجموعة من الحركات، هذه تسمى شريعة، لكن الصلاة هي صلاة قلبية، أي أن قلبك يجب أن يتواصل مع الخالق يعني بقلب نقي، وأن تأتي الله يعني بقلب يعني وأنت تحب الله يعني بقلبك. فالخالق سبحانه وتعالى يعني نحن نعرفه أنه يوجد في الكون كله، يعني ليس بالضبط يعني أن تكون في مكان حتى يسمعك. فعلى سبيل المثال يعني زي ما قلت لك احنا بنعتقد انه الاماكن ان الاماكن المقدسه تكون لديها قيمه اكثر، وزي ما نسميها نحن معابد الله، يعني يكون فيها يعني قيمه اكثر، ذلك لان تكون فيها يعني مجموعه من الناس، والناس يتبادلون الاراء ويصلون يعني صلاه جماعيه التي هي يعني اساس الشريعه اليهوديه. فالشريعه اليهوديه شريعه يعني اجتماعيه، شريعه يعني مع مجموعه من الناس يعني تقوم يعني وتكون لها يعني مذاق خاص. زي ما قلت لك يعني أنت سألت عن هيكل سليمان. أولا هيكل سليمان هنعتبره يعني فقط معبد، وقصة إنه هيكل سليمان إحنا نعتقد كليا أنه سيعود في آخر الزمان. من سيؤسسه؟ سيؤسسه الميشيا، ثم سنأخذ 5 بقرات حمراء لنذبحها، ثم نحرق جلودها لكي تعطينا ما يسمى بالرماد، ثم نرشه في أروقة المعبد سليمان. هذا ما سيمهد إلى خروج البقرة المقدسة، نزول تابوت العهد الذي يحتوي على الوصايا 10 وعصا موسى وخاتم يوسف. هذا كله سيسمى بداية العصر المسياني أو بداية العصر الجميل أو عصر خالي من الدمار وخالي من الحروب وخالي من الفتن. يعني بعد فوز الميشيا على الفساد الذي سيعم في الأرض ستكون أول خطوته هي بناء هيكل سليمان الموجود في هيكل الجبل. لكن نحن نرى أن الخالق هو عادل، يعني الخالق ليس بدرجة أنه سيتقبل العمل إن كنت في معبد سليمان. فالمعبد سليمان لديه قيمة رمزية وتاريخية ويعتبر جزء من الثقافة اليهودية.